خلاص إن شاء الله أيام قليلة بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك. طاقات الفن والإبداع والجمال المصري بتتجلى في الشهر ده، موسم رمضاني ودراما قوية جداً بتقدمها مصر خلال رمضان. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوعدنا السنة دي بوجبة متنوعة ومتعددة في الألوان والموضوعات، القصص، الحكايات، كمان أهم حاجة الرسائل الإيجابية وراء الدراما اللي هتقدم في شهر رمضان. موسم رمضاني متنوع على كل المستويات وجهد مشكور ومقدر للشركة المتحدة لأنها دايماً بتراعي طول الوقت زي ما عودتنا دايماً تقديم وجبة مناسبة لكل الأذواق والأعمار والشرائح الاجتماعية. كان امبارح كان معانا فقره مهمه جدا كنا بنتكلم فيها عن المسلسلات اللي هتقدمها الشركه المتحده في شهر رمضان. الشركه المتحده هي هتقدم وجبه دراميه فنيه ثريه جدا بترجم نبض الشارع المصري، وجبه فيها كل الاشكال الدراميه، تاريخي، كوميدي، اجتماعي. يمكن كمان اكتر حاجه لازم نسلط عليها الضوء الحقيقه مسلسلات ال 15 حلقة. ليه مسلسلات ال 15 حلقة؟ لأنه هذا الشكل الدرامي المكثف دلوقتي المشاهد بقى بيفضله بشكل كبير وبيحب يتفرج عليه، إنها خلينا نقول هي بتناسب سمة العصر وهي السرعة. دلوقتي المشاهد بقى حابب إن هو يشوف العمل الدرامي في حلقات مختصرة بعض الشيء بعيداً عن الإسهاب والإطالة، إلا إن كان بالفعل القصة تحتمل هذا الإسهاب. كنا دايماً زمان بنشتكي من المسلسلات الطويلة، المط والتطويل في المسلسلات، فعلاً مسلسلات ال 15 حلقة بتدي تنوع كبير وبقى فيها إيقاع كده مشدود بيشد المشاهد من أول حلقة لآخر حلقة، الحلقة رقم 15. تنوع كبير جداً بنشوفه في رمضان، موسم هيكون قوي جداً، ماراثون وسباق درامي جميل بنستناه من السنة للسنة. الحقيقة المتأمل كده للخريطة الرمضانية إن شاء الله اللي هتقدمها لنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هيكتشف سريعاً إن في تنوع في دراما تاريخية، وهي من أصعب أنواع الدراما وأكثر أنواع الدراما تكلفة. الدراما التاريخية السنة دي هتكون مع مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، ومنطقة مهمة جداً في التاريخ العربي والإسلامي، حركة مهمة هي حركة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح. كمان عندنا فانتازيا تاريخية، ألف ليلة وليلة جودر الصياد للفنان ياسر جلال، كمان لمحبي وعشاق الدراما الاجتماعية هنتفرج على إمبراطورية ميم المأخوذة عن رواية إحسان عبد القدوس، كمان مسلسل ليحيى الفخراني الملك اللي بيعود بعد غياب سنوات للشاشة، ومسلسل عتبات البهجة عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد. الكوميديا طبعا دايما ليها نصيب في المائدة الرمضانية الجميلة، هنشوف الجزء الثامن من الكبير قوي لأحمد مكي وبابا جه للفنان أكرم حسني. طيب خلينا نروح كمان للتشويق والإثارة، هنشوف بقى مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق ورياض الخولي، وطبعا غادة عبد الرازق بترجع تاني للسباق الرمضاني. أما الأكشن ففي مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، كمان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي، وغيرها من الأعمال الدرامية اللي هتكون من اهتمامات الشعب المصري والعربي في شهر رمضان المبارك. زي ما دايما بنقول طبعا شهر رمضان المعظم بنبقى يعني صوم وصلاة ونتقرب فيه إلى الله، لكن كمان بيبقى هو زي كده عرس الدراما، بنستنى الموسم الرمضاني الدرامي بشكل كبير جدا، بيبقى دايما حريصين ان احنا نختار المسلسلات اللي حابين نتفرج عليها اللي تناسب أذواقنا كلها. ويمكن هذا الموسم فيه يعني تنوع بشكل كبير جدا، نجوم كبار موجودين، بطولات كمان مشتركة، في اهتمام كبير جدا بالقصة اللي بتقدم، اهتمام بكل التفاصيل زي ما عهدنا من الشركة المتحدة الحقيقة على مدار المواسم السابقة. على أي حال بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة عليكم، صباح الخير يا مصر.